هنروح للخبر الأخير قبل الفاصل عشان نستقبل ضيوفي، ألا وهو كرة السلة رجال. خليني أوضح لحضراتكم أنه كرة السلة رجال بدأت الموسم بقوة. أول بطولة كان بطولة العالم اللي اتلعبت في سنغافورة وتابعناها كلنا، ونادي الأهلي في إنجاز تاريخي حصل على المركز الرابع وفاز على بطل الجي ليج الامريكي اجنايت، والحقيقه كان يعني فرحنا بيها وكنا قاب قوسين او ادنى ان احنا نحقق ميداليه في يعني انجاز غير مسبوق. ولكن رابع عالم ده حاجه مش وحشه ابدا، وبتخسر بشرف حتى في الثالث والرابع. والبرازيل اللي كانت معاك في المجموعه هي اللي خدت البطوله، كسبت بطل المانيا، فاذا انت فالكو البرازيلي، فاذا انت الحمد لله فرقتك فرقه جيده جدا. رحنا رجعنا على القاهره، هنروح على ان شاء الله الدوحه عشان البطوله العربيه. القرعه اتعملت امبارح، القرعه اتعملت امبارح، وعلى فكره البطوله دي رقم 35، البطوله دي رقم 35 في البطولات او النسخ 35. طيب من المجموعات، بس خليني اوضح لكم حاجه، ان انت ليك ثلاث اجانب في هذه البطوله لكل فرقه، منهم واحد عربي. فطبعا الفرقه البطوله بتكون قويه جدا. هقول لكم اسامي الفرق وانتوا هتشوفوا قد ايه البطوله قويه جدا. يعني أنا في أوقات بقول إن البطولة دي أقوى من البال. طيب المجموعة الأولى، نقول المجموعة الرابعة، مجد طنجة المغربي، دجلة الجامعة العراقي، الاتحاد الليبي، بيروت اللبناني. هنخش على لا دي مجموعة، لا خليني أقول لكم المجموعات، لا استنوا بس قبل ما أقول مجموعة الأهلي هاخد لكم مجموعة مجموعة. المجموعة الأولى قطر القطري، خدمات البريج الفلسطيني، المحرة البحريني، الكويت الكويتي. دي المجموعة الأولى. المجموعة الثانية، اتحاد السكندري، اتحاد الجزائر، الأهلي القطري، السيب العماني، دينامو اللبناني. المجموعة الثالثة، القادسية الكويتي، وحدة صنعاء اليمني، جمعية سلا المغربي، الفتح السعودي. المجموعة الرابعة، الأهلي المصري، مجدي طنجة المغربي، دجلة الجامع العراقي، الاتحاد الليبي، بيروت اللبناني. الأهلي هيلعب أربع مباريات. خليني أقول لكم توقعاتي. الأهلي إن شاء الله أول المجموعة، بيروت اللبناني الثاني، الاتحاد الليبي الثالث. أول ثاني والثالث ممكن يتبادل المركز، بس إن شاء الله ناخد أول. البطولة دي أصعب من البطولة اتعملت في الكويت. احنا كنا لعبنا الفاينل السنة اللي فاتت في نفس التوقيت وما توفقناش وخسرنا من الكويت. الكويتي 78-77 فرق نقطة، وحضراتكم فاكرين الأحداث اللي حصلت في هذه المباراة وازاي ما كانش الحكم موفق بشكل كبير باعترافه هو عن الأزمة اللي حصلت. ولكن إن شاء الله فرقتنا السادي جاهزة، لعبة مباراة على أربع مستوى، لعبة المنتخب، عندنا أرقام جيدة جدا. إيهاب أمين خد أعلى ستيل في بطولة الكأس العالم اللي فات 2.6 بير جيم. عندك بطوله العالم للانديه عمر طارق واخد اعلى ريباوندر في البطوله. يعني انت عندك ارقام على مستوى العالمي، لعيبتك بشكل كويس جيده، عندك ثلاث اجانب ممتازين. ان شاء الله فرقتنا تكون هي البطل لهذا الموسم. طبعا كاميرا الابطال كانت موجوده في اجراء القرعه، هشوفها مع حضراتكم وافكركم تاني ان شاء الله بعد الفاصل. هينضم الي ضيوفي طبعا بطلات ولاعبات منتخب مصر 2006 بطوله افريقيا واللي فازوا بيها منذ ايام في نهائي مع النادي او منتخب الكونغو، وكانت النتيجه كبيره 29-16، وكانت البطوله في تونس. وكمان هيكون معايا كابتن سامح لبيب مدير قطاع الناشئات في النادي الاهلي، اللي اكيد ليه دور كبير في اعداد هؤلاء اللاعبات ان هم يكونوا بالمظهر ده مع المنتخب. وهيكون معانا كمان كابتن محمد، يعني كابتن محمد متولي، كابتن محمد متولي ده مدير فني الفريق اللي هيكون معانا برضه، وهنتكلم معاه عن كل شيء. ده هيكون بعد الفاصل. يبقى الأول هنطلع لتقريرنا عن قرعة البطولة العربية، ثم الفاصل، ثم استقبل ضيوفي. والله أنا بعد البطولة القرعة ما خلصت، أنا شايف إنها قرعة متوازنة لكل الفرق. يعني إن شاء الله تبقى بطولة موفقة، بطولة قوية. دلوقتي 18 فرقة هيوصل لدور ال 16، 16 نادي في البطولة. المباراة التمهيدي هتقام لغاية يوم 6/10، يوم 7/10 إن شاء الله راحة، وبعد كده نبتدي يوم 8/10 مباراة دور ال 16. فيعني في فرق في البطولة كانت منتظرة إنها تشارك، وكانت محطوطة على قائمة الاحتياطي نظرا لقوة البطولة، تعتبر أقوى البطولات في أجندة الاتحاد العربي لكرة السلة. إن شاء الله يعني استمتع الجمهور العربي بقوة هذه البطولة زي البطولات العام الماضي، وكل التوفيق للفرق المشاركة إن شاء الله. البطولة العربية إن شاء الله الأندية رجال
بطولة تعتبر أكبر بطولة عربية موجودة على مستوى الوطن العربي، بدليل الاتحاد الدولي حطها على الكالندر بتاعته، موجودة أي حد يخشها على الكالندر بتاع الاتحاد الدولي هيلاقي البطولة العربية موجودة. ده مدلول نتيجة اهتمام الفرق المشاركة ومستوى الفني العالي من سنة الأخرى، من مشاركة السنة دي 18 فريق، السنة اللي فاتت 16، اللي قبلها 18، يعني عدد فرق كبيرة جدا. السنة دي 18 فريق بيمثلوا 13 دولة. البطولة إن شاء الله هتقام على 4 مجموعات، كل مجموعة في مجموعتين 4 فرق ومجموعتين 5 فرق، ثم هيبقى دوري من دور واحد بين كل مجموعة، وبعدين هناخد المجموعة الأولى والثانية هيلعبوا بعضهم الأول مع الرابع والثاني والثالث وهكذا، المجموعة الثالثة والرابعة، وده هيبقى دور 16، ثم هيبقى في دور 8 ودور 4 بعدين. البطولة من دور طبعا فيها نخبة عالية جدا من الحكام، الاتحاد الدولي احنا في 3 حكام مشاركين كانوا في النسخة الأخيرة من بطولة العالم للكبار، 3 عرب موجودين وموجودين في البطولة إن شاء الله. هنستعين من دور 16 بإذن الله تعالى ب3 حكام دوليين من أوروبا، نتيجة قوة البطولة هنجيبهم في المراحل اللي فيها الضربة القاضية على طول، فهنجيبهم من دور 16 بإذن الله تعالى برضو نتيجة قوة البطولة. يعني بطولة قوية وإن شاء الله تبقى مميزة، وبنتمنى التوفيق للفرق المشاركة كلها. البطولة إن شاء الله مقامة في دولة قطر على صالتين، صالة الريان والغرافة، وصلتين تدريبتين تانيين تابعة للاتحاد القطري لكرة السلة، وهتقام خلال الفترة من 1 إلى 12 أكتوبر بإذن الله تعالى. وبينظمها نادي قطر بالتعاون مع الاتحاد العربي والاتحاد القطري إن شاء الله.